المقنع وكلام الرجل بالأدلة وموجود بالمصادر، بس ما نقدر نآزره ولا نقدر أنه نطرح طرحه. قالوا له ليش؟ قالهم إذا أيدناه تروح منزلتنا. هذا ما بيبشي، هذا بيفكر زين، هذا بيفكر. الوادي ما أخذ الحسين تجارة سلام الله عليه، ما أخذت أبتش الوادي لطمها، ها فهمها العباس انقطع شفوفه. اما افهمها ليش الحسين مثلا قتل؟ مو شغلي. افهمها ماذا رسم الحسين على ارض كربلاء؟ مو شغلي، لانه ما يبكون. اذا ما بكوا ما حد يعطيني فلوس، اذا ما حد يعطيني فلوس راح يجيني الجوع. اذا ما ابكيهم ما حد يمسح بعباتي ويقول اللهم صل على محمد ويعطيني شو اسمه ماي اتفل بي واطيه اياه، ها وما حد بعد يحترمني وياخذ ايدي ولا حد يسوي لي دجاجه، من هالسوالف هذه. فشغله الحسين تجاره صارت حلوه شغله الحسين حلوه، تمن وقيمه وزنجيله وهريسه. اما تقول له تعال ولك شنو السالفه؟ شنو الخبر؟ شنو هو؟ علي ما تبكي على حسين ليش؟ قتله يزيد شو معنى؟ ما يدري، مو شغلي. شغل ما شغل المؤمن، تحاشي المؤمن يقول لك تنقطع خبزتي. والله والله تعالى وياك نسولف.